مساء الخير عليكم. النهاردة هعمل لكم فيديو سهل وبسيط، وانا عارفة ان احنا كلنا بنعرف نعمله بس في بعض مننا مش بيعرف يظبطه. هي القهوة التركي ازاي اطلعها ناجحة وسهلة وبسيطة وليها وش، وكل اللي يشربها يقول لي ان القهوة دي متساوية كويس ومظبوطة وكويسة جدا وتتحضر في 5 دقايق. طبعا لازم تتعمل القهوة، سر نجاحها وسهلة وبسيطة. تعالي بقى تشوفي ايه سر نجاح وش القهوة معايا في الفيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا. يلا بينا نبدأ الوصفة بتاعتنا، ازاي نطلع القهوة مظبوطة على الطريقة التركي بوش. طبعا في ناس كتير بتطلعها مش ناجحة وملهاش وش ومش مظبوطة والكلام ده كله. احنا مع بعض هنعرف ازاي نعمل فنجان قهوة مظبوط وكل اللي يشربه يقول لك ده طعمه جميل جدا. اولا طبعا لازم نختار نوع قهوة يكون نضيف. عندنا هو في متناول الجميع وسعرها مش غالي قهوة تباهوف، دي تعتبر الطريقة المظبوطة. في منها الوسط، الفاتح، الغامق، السادة، المحوج، اللي بالكوفي، اللي بشوكولاتة، في منها مليون نوع. طبعا انت كل اللي عليكي بتعايري معيار، اذا كانت زيادة، اذا كانت مظبوطة، اذا كانت وسط، اذا كانت وسط او زيادة او عادي او فاتح او سادة، حسب كل بقى اللي هو عايز. وفي بلبن وفي اللي هي العادية. طبعا احنا هنعمل بقى فنجان قهوتنا حسب السكر بتاعنا. هنعمل ازاي بقى؟ نبدأ خطواتنا. يلا بينا نشوف ازاي. معانا طبعا الكنكة اللي هنعمل فيها ومعانا المعلقة. هنبدأ اول حاجة نعاير القهوة. هنفتح القهوة اهي، هناخد معلقة كبيرة كده حلوة، حسب بقى انت بتشربيها سادة ولا ايه وبتحبي البن ايه. احنا هنعمل معلقة اهي بن وربع صغير كده، وهنعاير السكر بتاعنا، كل واحد حسب سكره، زيادة ولا وسط ولا سادة ولا عادي. كده حطينا السكر والقهوة، نحط بقى المية بتاعتنا. اهي ده معيار فنجان، نقلبها كويس. لازم ندوب السكر مع القهوة قبل ما نحطه على النار. لو حطيته على النار على طول ممكن اجي اصب الفنجان بتاعي الاقي السكر كله لازق في الكنكة، يبقى كده انا ما عملتش حاجة. ولازم تبقى مية من الحنفية او من التلاجة، عشان لو مية سخنة من الكتل كده اولا مش بنسوي البن، بنستعجل على عمل الفوران وما بنعملش اي وش. وهي طبعا احلى طريقة للقهوة طبعا السبرتاية. طبعا يعني انا عارفة ان هي تبقى سبرتاية، ده شغل بقى على هدوء، بس طبعا مفيش حد فينا فاضي، فاحنا ايه بنستعجل الدنيا. هنعملها بقى على نار هادية، قلبنا كويس اهو كله تجانس. يلا بينا نطلع بيها على النار واحدة واحدة. هنبدأ نحطها على النار. وكل ما المية تبقى معانا طبعا فترة من الحنفية او ساعة من التلاجة عادي، بتبقى بتستوي معانا اكتر واحسن والبن يستوي معانا. بصوا بقى احنا ايه، هنعلي في الاول النار شويه عشان برضو مطولش عليكم الفيديو وهو مش مستاهل يعني. ماشي، هنعلي شويه ونسيبها بقى بهدوء. هو مع نفسها كده تبتدي ايه تستوي لوحدها عشان تبقى كويسة وتبقى ايه حلو. طبعا الفيديو ده انا عارفة انه سهل وبسيط وناس كتير فاهمة، طبعا انا مش بعدل على حد ولا حد عارف، بس هو يبقى سهل وبسيط. او ابتدت تجلي معنا، نروح مهدين النار خالص بقى، نقعد نقلب فيها نقلب فيها طول ما احنا حاطينها على النار. نفضل نتابعها نتابعها. بصي الوش ابتدى يظهر معانا اهو، احنا مش مستعجلين على حاجة. ماشي، متستعجلوش عليها خالص، عشان كل ما نقلب فيها وندوبها كويس، نقلب وندوب كويس، هنلاقي الوش ظهر لوحده. لو الوش ظهر وبقى معانا كويس، كل ما تحسي ان هي بتعلى
قلبي 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 اهي. بصي فورت خالص اهي، نطفي بقى. ماشي، خدها بقى كده، هيبقى جاهزه معانا. ناخدها بقى بالراحه خالص، نروح ماسكينها ونصبها على احلى فنجان عندنا اهو. اظن انها واضحه معاكو اهي 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 اهي، بالراحه خالص اهي اهي. اظن ان الوش باين وواضحه ان هي ناجحه وجميله جدا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وما اكونش طولت عليكم. وانا عارفه ان هي وصفه سهله، يا رب تكون عجبتكم. وكان معاكم مطبخ فيفي، يا رب يكون عجبكم الفيديو وسهل وبسيط. شكرا.